ميت بشر. خل يونس اللي بدك تنقل عليها الناس، اللي بدك تنقل عليها الناس مش فيها مستشفيات، مش فيها أكل، مش فيها شرب، مش فيها مية، مش فيها ولا حاجة. العالم هذا اللي بتطلع لمتى؟ لمتى؟ متى بدكم تصيروا رجال؟ متى بدكم تصيروا سلام؟ متى بدكم تلبسوا ثوب الكرامة؟ وين أمة محمد؟ وين أمة محمد؟ 2 مليار مسلم كذابين في الهوية، بيصلوا كذب في السطر الأول، لأنه سايبين أطفال غزة يموتوا، سايبين الشباب، سايبين الشيوخ، إبادة جماعية. هل أصبحتم طرشان؟ هل أصبحتم لا تسمعون؟ هل أصبحتم عميان؟ متى ستقفوا هذه المجازر البشعة؟ رحيل ولا رحيل؟ رحيل ولا رحيل؟ خان يونس فاضية، خان يونس مدينة أشباح، أنت بدك تنقل عليها 1,700,000؟ يعني أنت رايح على مدينة أشباح؟ رايح على مدينة أشباح، لا تصلح باختصار ومن قلب رفح، مدينة خانوس لا تصلح إلا للبهايم، بس البهايم بيسكنوا فيها. هذا ظلم، هذا ظلم. أين الأمة؟ أين فتاة الأمة؟ خذ رأينا سوي، خذ.